نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. 19 يوم من عمر الاشتباكات المسلحة وعملية تحرير طرابلس اللي أعلنها الجيش الوطني، قوات الجيش الوطني، وما زالت الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة التابعة للوفاق. وخلوني نرحب بضيفنا الدائم الكاتب والباحث المحلل السياسي محمد الجارح. أهلا وسهلا بك محمد. مرحبتين أخوي خالد. المعارك كل يوم تتطور على مستوى محلي في الداخل، على مستوى إقليمي ودولي وسياسي وأمني. اليوم شفنا مجموعة من الكتائب اللي تتبع للزنتان أعلنت بشكل رسمي انضمامها لقوات الجيش الوطني في المعركة وفي العملية العسكرية. هل نحن الآن قدام خيارات ربما هي تؤزم المشكلة أو هي خيارات صحيحة من أجل سرعة الحسم؟ هو مع استمرار الحرب وفي ظل عدم الحسم على أرض المعركة خلال الأيام اللي فاتن، بكل تأكيد حيكون فيه تحركات من طرفي الحرب القائمة الآن في محاولة منهم إلى أنهم يغيروا الواقع اللي موجود على الأرض. أعتقد انضمام كتائب من مدينة الزنتان تتبع للقيادة العامة وبقيادة العميد أو اللواء إدريس مادي، أعتقد أنه تطور مهم وحيضع يعني مدينة الزنتان في وضع حرج إلى حد ما. نحن لاحظنا أن الأيام الماضية أن عمليات الدفن التي حدثت في مثل على سبيل المثال في مدينة الزنتان كانت لقوات تتبع أسامة الجويلي، ولكن بدخول هذه القوة الآن إلى الخطوط الأمامية في معركة طرابلس هذا يعني أن مدينة مثل مدينة الزنتان لربما يكون فيها يعني جنازات لي يعني ناس قتلوا من في طرفي الصراع، فهذا حيزيد يأزم الموقف على المستوى الداخلي في الزنتان، ولربما يزيد يضغط على القوات التابعة لمدينة الزنتان في طرفي الصراع على أنهم لربما ينسحبوا من المعركة تماما. ربما يكون هناك ضغط اجتماعي من مدينة الزنتان أن يكون فيه تجنيب لقوات مدينة الزنتان الدخول في الحرب أو الاستمرار في الحرب، وإلا حنتجه في اتجاه أن الوضع بالفعل يصبح الأخوة يقاتلوا في بعضهم في يعني في الميدان على مستوى ميداني المعركة. في كلا الحالتين حتخدم مصالح الجيش الوطني لما نتكلم على سحب قوات الجويلي، أيضا في حال تمت في مشروع من تسوية اجتماعية ما تبيش الطرف هذا يقاتل مع الجيش الوطني، إذن في المقابل أنت محتاج أنك تسحب الجميع. بالضبط، يعني أنت الآن القوات التابعة للجيش مدينة الزنتان تأخرت إلى حد الآن وما دخلتش المعركة إلى حد الآن، قد يكون فيها نوع من الحكمة أن ما يبوش يكون في أي صدام مع أي قوات أخرى تتبع لمدينة الزنتان، ولكن الآن نرى أن القوة دخلت وأصبح الأمر واقع الآن، والآن أصبح فيه خطر حقيقي يهدد للأسف النسيج الاجتماعي الداخلي لمدينة مثل مدينة الزنتان. وأتمنى أن مثلا الوضع هذا ما يتطورش إلى يعني في اتجاهات غير محمودة لمدينة الزنتان ولكن لليبيا بشكل عام. طيب، يعني كأن المعركة إذا هي استمرت حسب ما فهمت منك حتجبر حتى الأطراف أو المدن أو المناطق اللي هي قاعدة على الحياة حتجبرها في لحظة ما أن هي تأخذ موقف وتنحاز لطرف. نعم، يعني رأينا على سبيل المثال الآن الإعلان أو البيان اللي صدر عن مديرية الأمن في بني وليد واللي أوضح أنها الآن أصبحت تبعيتها لوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء. هذا تطور إلى حد ما مهم. أعتقد أن الموقف في مدينة ترهونة هو موقف مهم جدا. يعني أنت لما تتحدث على بني وليد وتتحدث على ترهونة أنت تتحدث على امتدادات داخل مدينة طرابلس، يعني بسبب العلاقات الاجتماعية وبسبب امتداد المدينتين أو القبيلتين الأكبر في ليبيا في العاصمة طرابلس، فبكل تأكيد هذا حيكون فيه له تأثير يعني داخل مدينة طرابلس. وأحد الاعتبارات أو أحد الحسابات اللي القيادة العامة وضعتها في يعني قبل بداية العملية العسكرية في طرابلس هو أنها تحدثت على مسألة أن سيكون هناك العديد من الأطراف اللي حتنضم أو تعلن ولائها للقيادة العامة، سيكون هناك العديد من يعني عملية بناء تحالفات في المنطقة الغربية أو على الأقل تحييد أطراف من المعركة أو تحييد أطراف من المعركة، بناء تحالفات بحيث أنها تسهل في عملية الدخول إلى طرابلس بدون أن يكون فيه اقتتال
يعني أكثر حدة من الآن. لكن مع هذا كله نحن نشوفه في شدة الحرب ما زالت تزداد. هذه الحسابات أو الاعتبارات ربما تكون صحيحة ربما تكون خاطئة، أثبتت صحتها على سبيل المثال في غريان وفي مناطق غرب طرابلس، ولكن إلى حد الآن لم تثبت صحتها داخل مدينة طرابلس. فرأينا أن فيه يعني فيه مقاومة إلى حد الآن تعتبر قوية لتقدم قوات الجيش الليبي. نعم، الآن في رأي يعتب على رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج، قاعدين نشوفه في المبادرات الدولية، شفنا مشروع الوساطة الإيطالية اللي قاعد مازال متعثر في قضية مفاوضات وقف إطلاق النار. لكن البعض يتساءل عن دور السراج بحكم أنه هو رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق المعترف به دوليا، من المفترض أنه هو يقدم مبادرة فيها تنازل فيها تفاوض، من مهمته أنه هو ينقذ 3 مليون موجودين داخل العاصمة طرابلس. بكل تأكيد على المستوى الدولي الجهود ما زالت مستمرة، مسألة الوساطة الإيطالية ما زالت مستمرة، والإيطاليين عندهم القدرة على التحرك على الأرض بحكم أن عندهم السفارة متاعهم ما زالت إلى الآن مفتوحة في طرابلس. على المستوى الدولي أيضا رأينا غسان سلامة في تونس، الآن خرج من طرابلس وموجود في تونس واجتمع مع وزير الخارجية التونسي، ويبدو أنه حيكون في جولة للعديد من العواصم اللي تعتبر مهمة في الملف الليبي. فلذلك حنلاحظ أن الآن حتصبح فيه نوع من الدبلوماسية الصامتة أو في محاولة من غسان سلامة أو بعض الأطراف الدولية والإقليمية اللي قاعدة أنها تحاول تكون فيه تفاهم أو مبادرة تساهم في عملية التوصل إلى حل فيما يتعلق بالحرب القائمة في طرابلس. بالنسبة للسيد فايز السراج بحكم أنه من المفترض أنه هو رئيس لحكومة وفاق وطني، من المفترض أنها حكومة تمثل كل ليبيا، ف من المتوقع من شخصية مثل هذه الشخصية أن لا تذهب فقط في اتجاه الحرب، ولكن يكون عندها الشجاعة والقدرة على أن تكون أيضا عندها مبادرة، تقدم مبادرة يمكن أن يتم دعمها، تقدم نوع من يعني من البرنامج لغسان سلامة أو للمجتمع الدولي اللي هو معترف بيك ويتعامل معك على أساس أنك إلى حد الآن ما زلت أنت المعترف بيك دوليا. فيجب أن يكون فيه تفكير خارج الصندوق من قبل السيد فايز السراج والخروج من يعني عقلية الحرب. هناك من يقود الحرب على الأرض بكل تأكيد من جهة حكومة الوفاق، ولا أعتقد أن فايز السراج يعني هو أحد هؤلاء القادة العسكريين. فيعني المفروض يكون دوره سياسي، المفروض يفتح باب تواصل مثلا مع الجيش الوطني، يفترض أن يكون هناك كل الخيارات يجب أنها تكون مطروحة على على الطاولة. يعني أي خيار من المفترض أن فايز يعني فايز السراج يكون هدفه الأساسي أن ما عادش يسقط مدني واحد قتيل أو يخرج مدني واحد من حوشة أو يتم تدمير مدني واحد في طرابلس، حتى ولو ما تراجعش الجيش عن الأماكن اللي خضاهم. يجب أن ينظر بالدرجة الأولى كيف ما ذكرنا إلى مسألة المدنيين. أنت إذا كان هذا الأمر اللي يهمك فهذا هو اللي يجب أن يكون كل مبادراتك وكل مواقفك يجب أنها تصب في هذا الاتجاه، هي حماية المدنيين بالفعل. تضمن ذلك أنك أنت تكون بمبادرة سياسية، تحاول تتواصل مع المجتمع الدولي، يكون في عندك تواصل مع القيادة العامة لإيجاد تفاهمات معينة، الاستمرار مثلا في المبادرة متاع أبو ظبي، وإلا الاجتماع اللي يعني هناك من يتحدث عنه كان المفترض يكون في اجتماع آخر بعد الاجتماع متاع أبو ظبي بحيث يتم الاتفاق على بعض التفاصيل، ولكن ذلك الاجتماع لم يحدث لأسباب ما، فيه اللي يقول بسبب أن السيد فايز السراج انسحب في آخر لحظة، وفيه اللي يقول أنك يعني أصبحت فيه نقطة عالقة وعدم اتفاق عليها بشكل واضح وصريح، وهي مسألة الدخول إلى طرابلس أو مسألة تواجد قوات موالية للقيادة العامة في طرابلس لكي يتم تنفيذ أي اتفاق سياسي مستقبلا. طيب في اللي يقول لك الآن هذا شيء مستحيل، لما نطلب منه فايز السراج طبعا هو من المفترض أنه هو يقدم مبادرة بحكم أنه هو رئيس حكومة الوفاق الوطني وعنده مسؤولية حماية المدنيين إلى آخره. لو فايز السراج يفكر حتى بينه وبين نفسه أنه هو يدير عملية مفاوضة سياسية مع القيادة العامة للجيش أو يفتح خطوط تواصل حتى في الخفاء أو يقدم أي مبادرة للحل السياسي، حينقلبوا عليه فورا الناس اللي على الأرض داخل العاصمة طرابلس. للأسف هو بالفعل يعني وضع في 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 موقف صعب جدا، ولكن هو عليه أن يتذكر أن ما زال العالم يعترف به هو فقط يعني كرئيس لحكومة الوفاق وليس أي شخصية أخرى. يعني إذا خرج فايز السراج من طرابلس أو تم استهدافه أو وضع تحت إقامة جبرية أو أي أمر من أو أي مسألة من هذه المسائل، فبكل تأكيد حيكون وضعية الناس اللي موجودين في طرابلس صعبة جدا، وأقصد المجموعات المسلحة المسيطرة.
فعليه أن يستخدم مسألة الاعتراف الدولي. العالم مازال يتعامل معه على هذا الأساس، يجب أن يستخدم المسألة هذه ويتواصل إقليميا ودوليا بحيث أن يحاول أن يلاقي حل ويقدم تصور يمكن يجنب مدينة طرابلس يعني حرب مدمرة أكثر من 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 يعني ويكون تبعاتها كبيرة جدا على المواطنين أكثر من الأيام اللي فاتت. فهذا أمر مهم جدا أن يستغل المسألة هذه. بكل تأكيد هناك الآن أصوات الحرب هي اللي تعلو في 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 جانب حكومة الوفاق حاليا، وهناك أطراف دخلت لساحة المعركة بكل تأكيد لا تأتمر بأمر السيد فايز السراج، لكن هل هذا يعني إن هو يترك المجال ليهم؟ بكل تأكيد ويعطيهم حرية الخيار، أو إنه يسعى في اتجاهات يمكن أن تجنب مدينة طرابلس هذه يعني الحرب اللي ممكن تكون مدمرة إذا طولت، وإذا كان ما فيش قدرة لأي من الأطراف على الأرض إنه يحسم بشكل عسكري وبشكل سريع جدا. طيب، حرب اللي قاعدة سايرة الدبلوماسية بين السفارات والقنصليات عفوا اللي قاعدة الآن تشتغل في البيانات اللي هي تتعارض تماما مع الأعراف قواعد الدبلوماسية. على سبيل المثال عندنا السفارة الليبية في القاهرة واللي هي أعلنت أنها هي شقت عن فايز السراج إلى آخره. هل نحن الآن قدام تصدع لعملية التمثيل الدبلوماسي للوفاق في الدول الإقليمية ويعني في المجتمع الدولي؟ نقول هذه البداية. هو كأن يعني كأن نرجع لل 2011 إلى حد ما، إن أصبحت عملية الاحتقان والاستقطاب كبيرة جدا، فلذلك نلاحظ فيه اصطفافات كثيرة قاعدة تحدث. تحولت السفارات لكيانات سياسية. بالضبط، يعني من هذه الناحية. يعني المفترض الأصح للدبلوماسية الليبية في الوقت الراهن وفي ظل الحرب القائمة الآن واللي هي قائمة بين أطراف ليبية، إنها قدر الإمكان تكون على يعني في 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 وضعية الحياد قدر الإمكان إذا كان ذلك ممكنا. يعني بالنسبة للقيادة العامة، السفارات اللي موجودة في الدول الداعمة للقيادة العامة بكل تأكيد حتى وإن كان السفير غير داعم للقيادة العامة يعني ليس هناك تخوف من مواقفها على سبيل المثال. فلا أعتقد أن هناك حاجة أن يصير انقلاب داخل السفارة مثلا في مصر، لأن ما فيش حاجة ممكن تضر القيادة العامة من داخل مصر، لأن مصر دولة داعمة. فأعتقد أن أحياناً الدبلوماسية نفسها ووزارة الخارجية قد يحدث فيها حسابات ضيقة بين الناس، واللي هذا زي ما تقولي بيركب موجة معينة، أو كل واحد يبي يستغل الحرب القائمة الآن بحيث أنه هو يحقق مصالح معينة. فأعتقد أن من الأفضل للدبلوماسية الليبية أنها قدر الإمكان تكون في موضع الحياد من هذه المسألة، ويكون دورها إيجابي في حتى مسألة الدبلوماسية الدولية ولا الإقليمية اللي ممكن إنها تساهم في إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية. لكن للأسف نحن لاحظنا أن الدبلوماسية الليبية عانت الكثير بعد 2011 بمسألة التعيينات ذات التوجهات السياسية والتوجهات الضيقة، وكل يعني وكل مجموعة معينة بتحط قنصل أو سفير أو مجموعة من الموظفين بحيث أنهم يخدموا مصالح معينة. حتى المحاصصة القبلية كان لها دور كبير. المحاصصة القبلية والمناطقية ومدن بعينها اللي تكون كل مدينة، يعني في سفارات معينة مدن بعينها هي اللي مسيطرة عليها. فيعني يعني أمر مؤسف جدا أن نشوفوا مؤسسات من المفترض أنها تمثل كل الليبيين نلقوها قاعدة خاشة في صراع وقاعدة خاشة في مسألة تبذير أموال الليبيين وقاعدة في يعني يفترض أن قدر الإمكان يعني يكون فيه صوت عقل في المسألة هذه. طيب، على سيرة دبلوماسية الوفاق، كأن في نوع من التشويش في دبلوماسية الوفاق. تلاحظ أن الناس اللي يطلعوا ويتكلموا باسم الوفاق وقاعدين الآن يلفوا في العالم يعتقدوا أن هم تحديدا في 2011 ويعتقدوا أنهم من المفترض أنهم يجمعوا الاعترافات الدولية، بينما هم من المفترض أنهم يجمعوا الحلفاء، وفي فارق كبير بين الاثنين. بكل تأكيد أن الوضع العام لحكومة الوفاق مرتبك، وحكومة الوفاق إذا كان قعدت سنتين، يعني خلينا نقوله من سنة 2016 لعند 2019 توا قريب حتى 3 سنوات، أو ما نظمتش روحها بالشكل المطلوب حتى داخل طرابلس، ما استطعتش إنها هي تنظم روحها باش تؤدي عملها بالفعل كحكومة وطنية تمثل كل الليبيين. للأسف فشلت في الكثير من الملفات. فالدبلوماسية متاعها بكل تأكيد، لأن المفترض في هالسفارات إنها كيف ما قلت لك، إن المفترض في هالسفارات إنها تتعامل مع وزارات خارجية وتتعامل مع إدارات. يبدو أن الأمر هذا غير موجود في 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 واقع الأمر. المسألة الأخرى، أعتقد أن ما شفناش السيد سيالة على سبيل المثال غادر طرابلس مثلا، مشى وزار أي
أي من الدول اللي حاليا تدعم مثلا. شوفوا في معيتيق وفقط خالد المشري ليش دول هم اللي قاعدين يتكلموا باسم الوفاق؟ ليش وزير خارجية حكومة الوفاق ما يطلعش ويسافر ويدير العمل الدبلوماسي اللي مفروض هو يقوم به ويقود الدبلوماسية اللي هو؟ يعني بعض المصادر تتحدث على أن السيد سيالة هو في وضعية خطيرة جدا، فيه من يتهم فيه بالخذلان، في عدم ثقة في موقفه من قبل المجموعات اللي موجودة في قادة صف أول، أيضا خونوه بالاسم يعني وطلبوا بعزله، وحدثت حتى في السابق يعني حتى قبل مسألة الحرب الحالية تعرض لانتقادات كبيرة جدا بسبب تصريحات ليه في المغرب تحدث فيها بكل صراحة عن أن خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي وعينه البرلمان المعترف به دوليا. التصريحات هذه في مرحلة ما خلتها ما عادش يقدر يخش طرابلس، وشفنا بعدين صور لحفتر وعليه علامة الإكس موجودة على وزارة الخارجية ردة فعل على هذه التصريحات اللي صرح بها سيالة. فأعتقد أن بعض المسؤولين في حكومة الوفاق الآن أصبح وضعهم صعب جدا بسبب تواجد القوى الفعلية اللي حكينا عنها الفترة الماضية، واللي هي أصبحت الآن تقود المشهد داخل أروقة الحكومة وتقود المشهد داخل طرابلس بشكل عام. وهذه العناصر هي ليست عناصر مهنية أو مدربة أو قادرة على أنها بالفعل يعني تؤدي العمل بالشكل المطلوب، ولذلك نلاحظ كل هذا الارتباك اللي موجود حاليا يعني عند حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي. لربما عندهم لجنة طوارئ تحاول أن تعمل حاليا، لكن برضو قاعدة تعمل في ظل يعني ظرف صعب جدا، وفي ظل استقطاب حاد جدا، وفي ظل انعدام للثقة، وأحيانا فيه نوع من الريبة بين الأطراف المختلفة اللي هي كونت هذا التحالف الذي الآن يحارب في صف حكومة الوفاق. طيب، عودة للواقع الميداني، واقع الحرب المعارك، 19 يوم من المعارك بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة اللي تتبع الوفاق. في رأي يقول ليش الجميع متفاجئ؟ من اللي قال إن الحرب بديت في 4 أبريل ولا بديت في شهر أبريل؟ الحرب بديت في بنغازي، الحرب مشيت لدرنة، انتقلت لجنوب، والآن في طرابلس. هذا ما هوش موضوع جديد اللي نشوفه فيه الآن. حتى الناس الخصوم السياسيين وخصوم القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، من المفترض أن هم يفهموا أن هذا نتيجة وجود الجيش الوطني الآن داخل عاصمة طرابلس، نتيجة لفشل والأخطاء 8 سنوات، ولفشل ترتيبات أمنية، وللمليارات اللي أهدرت على الترتيبات الأمنية في سوق باطل من غير أي معنى. هذه نتيجة. نعم، بنحاول نفهمه السياق التاريخي للموضوع. نتكلموا 8 سنوات، محتاجين للعودة عشان نفهمه الآن شين قاعد يصير. أعتقد أن الأمر هذا مهم جدا، والآن فيه ناس كأنهم مركزين فقط على الحرب، وكأنها الحرب حصلت يعني من فراغ، إن فجأة هيك في قبل 19 يوم يعني، وهذا غير صحيح. فلذلك مهم بالنسبة لنا إذا أردنا بالفعل أن نتجنب أي حروب مستقبلا أن نرجع ونتعلم من التجربة متاعنا. في واقع الأمر مسألة الصراع على السلطة والبقاء ومسألة المعادلة الصفرية في المشهد السياسي الليبي بعد 2011 بدأت حتى قبل الإطاحة بنظام القذافي. فلاحظنا على سبيل المثال كان هناك صراع واضح وصريح بين عبد الفتاح يونس رحمة الله عليه وبين يعني المجموعات المسلحة والميليشيات متاع الثوار أنذاك، فجهود بناء مؤسسة عسكرية ومحاولة تنظيم جيش التحرير كما أطلق عليه في لحظتها، وجهت في تلك اللحظة باصطدام مع تيار الإسلام السياسي على وجه التحديد. تمام، بعدين انتقلنا تمت الإطاحة بنظام القذافي، لكن لاحظنا أن مسألة الصراع على السلطة ومسألة التيارات المتجاذبة داخل المجلس الوطني الانتقالي أدت إلى استقالة محمود جبريل على سبيل المثال بعد تحرير طرابلس، وأصبحت في إشكالية بسبب مسألة الترتيبات الأمنية اللي كان وضعها المجلس التنفيذي أنذاك، وبعدين جت مجموعة وسيطرت هي على المشهد الأمني وأسست ما يعرف أنذاك بالمجلس العسكري طرابلس، ونحن عارفين من اللي كان يقود المجلس العسكري طرابلس، عبد الحكيم بالحاج في تلك اللحظة. فكان مسألة الصراع بدأت منذ ذلك الحين. بعدين نحن بدينا في درنا انتخابات في 2012 7/7/2012، للأسف الحزب اللي تحصل على أكبر نسبة من الأصوات الشعبية لم يستطع أن يشكل حكومة وأن يحكم. فرأينا مسألة انقلاب على إرادة الشعب كذلك بأساليب يعني بالغلبة والمغالبة وبالسلاح. بالضبط، بالغلبة والمغالبة وبالسلاح. وبعدين جينا لمسألة بعد ما فشل محمود جبريل أنه هو يشكل حكومة
بسبب التحالفات اللي حدثت وبسبب الإطاحة به داخل يعني المؤتمر الوطني آنذاك. ومن وقتها نحن أصبحنا في 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 مسألة شني، إن السياسة والديمقراطية مستخدمة فقط كصراع، يعني مثلا انك تبي تلغي الخصم بتاعك وانك انت تبي تحصل قدر اكبر قدر من السلطه او المزايا او السيطره على مقدرات الدوله ومؤسسات الدوله. جاء قانون العزل السياسي، وشفنا كيف تم تمرير قانون العزل السياسي وكيف التوابيت وكيف الميليشيات كانت تهدد وساعة الصفر ان ان لم يتم تمرير هذا القانون فان حتكون حرب. وهذا باعتراف يعني نائب رئيس المؤتمر الوطني إن إذا كان ما مرروش القانون حتى ممكن طرابلس كانت حتنفجر في تلك اللحظة. فكيف البيئة هذه بيئة مناسبة لأنك أنت تأسس لنظام ديمقراطي أو أنها تكون بيئة قادر أنك أنت يعني من خلالها تتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي؟ وكانت عندنا المسألة الأخرى، مسألة التمديد. عندما انتهت الفترة متاع المؤتمر الوطني رفضوا أن يترك السلطة وينظم انتخابات جديدة، وقالوا لا سنمدد حتى يتم يعني بش تكون فيه مسألة الدستور إلى ذلك، وما غيروش رأيهم إلا بعد أعلن خليفة حفتر الانقلاب متاعه يوم 14 فبراير في 2014 الانقلاب المتلفز آنذاك، ساهم في الضغط على المؤتمر الوطني بكل تأكيد يمشي في اتجاه انتخابات، في حين ان الضغط الشعبي وحراك 9 نوفمبر وحراك لا اللي هو حراك لا للتمديد ما سمعوا ليش. على الرغم من الضغوط والتوجهات قالوا لا سنمدد، ومددوا بالفعل لانفسهم نين طلع خليفه حفتر. وبعدين حتى السفيره ديبورا جونز في شهر مايو في 2014 كانت تلقي في محاضره في الميدل ايست انستيتيوت في واشنطن، تحدثت بكل صراحة عن الظهور متاع خليفة حفتر، وقالت إن نحن ما نقدرش ندين خليفة حفتر في مسألة محاربة المجموعات المتطرفة في بنغازي، وقد يكون ظهوره كان مفيد في إن أقنع جماعة البرلمان إنهم ما يمدوش لأنفسهم ضد الـ يعني ضد الإرادة الشعبية اللي أنا ذاك كانت موجودة على الأرض. فمسألة الانقلابات كانت يعني موجودة على الإرادة الشعبية، ومسألة الانقلابات على بعض راهي هي موجودة من زمان. الأمر الآخر على سبيل المثال لما درنا الانتخابات متاع البرلمان في شهر 6 في 2014 وطلعت النتيجة ورأينا الانقلاب اللي حصل في طرابلس والحرب اللي حصلت في طرابلس، وبعدين شفنا تكوين حكومة حتى قبل حكم المحكمة العليا. على فكرة تم تشكيل حكومة موازية، حكومة عبدالله الثني مشات للبيضة بسبب الضغوطات اللي كانت موجودة في طرابلس والحرب اللي كانت موجودة في طرابلس، فرأينا حكومة موازية تم تأسيسها من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان اللي هم تيار الإسلام السياسي، وداروا حكومة ولم يعترفوا بالانتخابات، وبعدين داروا قضية قدام المحكمة العليا، والمحكمة العليا اللي كانت تحت سيطرة في وقت طرابلس كانت تحت سيطرة مجموعات الإسلام السياسي، وأصدرت ذلك الحكم اللي في نهاية الأمر أدى إلى يعني عملية انقسام واضح جدا في ليبيا. فمسألة الانقلابات ومسألة يعني الحديث إن هذا يريد ديمقراطية ولا هذا يريد ديمقراطية ولا دولة مدنية، هذا كل الآن نحن نتكلم على الروافد التاريخية اللي جابتنا اليوم المعارك في طرابلس اللي أدتنا إلى هذه المسألة اللي إحنا فيها اليوم. المؤسسات السياسية دارت اتفاق الصخيرات ولم تستطع تنفيذه أو تم الالتفاف على بنود أول بند في العاصمة، لما بند الترتيبات الأمنية تم الالتفاف عليه، هناك يعني كان فيه الكثير من الإشكاليات اللي قامت وما قدروش يعالجوها السياسيين. فبكل تأكيد إيش كنت تتوقع أن عملية الفوضى والفراغ هذه تستمر إلى ما لا نهاية؟ بكل تأكيد لن تستمر إلى ما لا نهاية. محاولة غسان سلامة في أن يكون ملتقى وطني على الأقل كان ممكن البعض يقول لك أن كانت هذه هي الطريق الأسهل بالنسبة لنا، ولربما كانت كذلك، مع أني شخصيا أشك، ويعني من ناحية تحليلية من ناحية منطقية أشك في أن يوم ونص قادر على أنها تعالج كل الإشكاليات اللي كانت قائمة آنذاك. كان المفروض يكون فيه تفاهمات أكثر على مسائل جوهرية، يكون فيه وضوح أكثر في مسألة يعني التشاورات اللي حصلت أو المشاورات اللي حدثت من قبل غسان سلامة. فأعتقد أن عدم الوضوح، عدم الجدية من قبل الأطراف الليبية المختلفة، وعدم المسؤولية من قبل الأطراف الليبية المختلفة هي اللي أدت بنا إلى أن ما يكونش عندنا حل سياسي قادر على أن يجنبنا موضوع الحرب القائم الآن. طيب إذن السياسيين والناس اللي أهدرت الفرص كلها وفشلوا في استثمار فرص التحول الديمقراطي وانقلب على الديمقراطية هم يتحملوا الآن جزء كبير لما تكلموا حتى على أي سيناريوهات لمشروع عسكري قادم؟
الإشكالية أن أعتقد أن نحن وصلنا الآن إلى يعني إلى مرحلة أو إلى طريق مسدود إلى حد ما، وهذه إلى حد ما نظرة تحليل إلى يراها البعض تشاؤمية، ولكن في واقع الأمر نحن الآن وصلنا إلى مرحلة كيف ما يرى الجميع أن ممكن في صعوبة أن نحن نرجع إلى طاولة المفاوضات. السيد فايز السراج في آخر مقابلة له اليوم يقول أنه هو مستعد للحوار، ولكن لا يمكن أن يكون جزء من حوار فيه خليفة حفتر، بالحرف الواحد يقول ذلك. فأنت الآن كأنك وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح بالفعل الليبيين الآن تم حصرهم في خيارين في المسألة هذه، يعني الخيار العسكري أو أن الفوضى تستمر وتقعد المجموعات المسلحة وتقعد الوضعية على ما هي عليه. لكن أعتقد نحن الآن وصلنا إلى مرحلة حيكون فيها تغيير للأسوأ أو للأفضل، هذا نترك للزمن بشي يعني يورينا النتيجة. لكن خلاص يعني نحن لنا من سنة 2016 ونحن قاعدين في حالة ركود هكي، يعني مد وجزر كر وفر بدون أي نتيجة تذكر. فالآن وصلنا إلى المرحلة اللي يجب أن يكون في تغيير على أرض الواقع. الأمور لن تستمر كما كان عليه الوضع، مفاوضات، اتفاقات سياسية لا يمكن تطبيقها على الأرض، مناورات من هنا ومن هناك، الأمر هذا لن يحدث مرة أخرى. ومرة أخرى أؤكد أن أي مبادرة لا تأخذ في عين الاعتبار مسألة السلاح ومسألة المجموعات المسلحة لا يمكن أن يكتب لها النجاح. أنت ضروري تكون عندك بيئة مواتية أن الناس يقدروا يتحاوروا ويقدروا يتناقشوا ويختلفوا سياسيا، وتكون فيه آراء ويكون فيه أخذ وعطى في هذه الأمور. بدون وجود سلاح، يعني بمجرد ما نختلف معاك نشيل السلاح متاعي ونصوب اتجاهك، هذه مشكلة في حد ذاتها. فنحن يجب أن أي مبادرة يجب أنها بالفعل تؤكد على خلق بيئة مناسبة قبل ما نمشي للانتخابات وقبل ما نمشي لدستور وقبل ما نمشي للكثير من الأمور. ما لم توجد تلك البيئة المناسبة للأسف حنقعد نعود في نفس الخطأ ونتوقع في نتيجة مختلفة. طيب، حنتكلم أيضا عن السيناريوهات المحتملة للموقف الدولي في حالة استمرت والطاولة المعارك والحرب، لكن خلونا نطلع فاصل. محمد الجارح الكاتب والباحث المحلل السياسي، خلوكم معنا مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في حوارنا التفاعلي وفي نقاشنا المفتوح، لكن فاصل قصير ونكون معكم من جديد. أهلا بكم من جديد. الموقف الدولي، الانقسام الكبير اللي موجود في الأسرة الدولية تجاه ملف الأزمة الليبية، وتحديدا لما نتكلموا عن الواقع الميداني الآن وعن المعارك اللي تدور داخل العاصمة طرابلس. ونرحبوا من جديد بضيفنا محمد الجارح الباحث والكاتب والمحلل السياسي. هل حيفقد المجتمع الدولي الأمل، وتحديدا بريطانيا اللي تقود في مشروع في مجلس الأمن، خصوصا لما تطول الحرب والجميع يقول إن ربما بعد فترة المجتمع الدولي يمل منك لما تكون ما فيش نتيجة، خصوصا أنه عنده مشاكل أكبر وفي قضايا مشتعلة في الشرق الأوسط ربما هي على سلم أولويات المجتمع الدولي؟ هو أعتقد المجتمع الدولي بعد المحاولات اللي حصلت، وكان الطريق مسدود أمامهم بكل تأكيد، حياخذوا بعض الوقت، لكن هذا لا يعني أن الجهود يبدو يرقبوا في الواقع. رقم واحد بالنسبة للأطراف المختلفة بكل تأكيد سيكون يعني تركيزها على التطورات الميدانية، في أي اتجاه حتمشي الأمور، هيكون في تغير لصالح أحد الأطراف على الأرض، هل فيه مثلا خلال اليومين أو الأيام القادمة مثلا ميزان القوة يكون أكبر عند أحد الأطراف، أو يعني هل يكون فيه دعم خارجي لأحد الأطراف، هل تحسم المعركة بشكل أو بآخر لأحد الأطراف اللي موجودة في طرابلس الآن. لكن حسب المعلومات المتوفرة أن الجهود البريطانية على وجه التحديد ما زالت مستمرة في أن يتم تمرير مشروع قرار من داخل مجلس الأمن، وما زالوا مستمرين في الجهود متاعهم الماضية في محاولة منهم إلى أنهم يخلقوا نوع من التوافق أو الأرضية المشتركة بين الأطراف المختلفة، ومحاولة إقناعهم إلى أن يجب أن يتم استصدار قرار من مجلس الأمن. لكن في ظل ذلك أن حتى الأطراف الإقليمية والدولية كيف ما قلت لك لديها اعتباراتها الخاصة اللي مش تتعلق بس بليبيا، لأن ليبيا هي جزء من حسابات إقليمية ودولية بالنسبة لأمريكا، بالنسبة لمصر، الإمارات، السعودية، تركيا، إيطاليا، كل هذه أو فرنسا، كل هذه الدول عندها حساباتها الخاصة.
فلذلك مسألة الانقسام هذه متوقفة على رقم واحد، يعني التطورات الميدانية وأي تغير يحدث على الأرض، ولكن أيضا مرتبطة بقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على أنها بالفعل تجد نوع من المواءمة بين مصالحهم المختلفة أو المتضادة في وهذا المنطقة. هذا الشيء بالضرورة أدى إلى تهميش دور البعثة الأممية في ليبيا، وإن كان هو للدعم ولكن نعم. تم القضاء عليه بكل تأكيد. الآن أعتقد أن غسان سلامة زي اللي بادي من الصفر في مسألة أنه يحاول قدر الإمكان أنه هو يجمع الأطراف الدولية والإقليمية ويحطهم في اتجاه أو يأتي بمبادرة معينة، مثلا غسان سلامة يجمع توافقات دولية، يحاول أنه قدر الإمكان يجمع كافة الأطراف الإقليمية والدولية ويصب الجهود متاعها في اتجاه واحد، خصوصا في ظل أن المبادرات اللي قاعدة تصدر عن دول بعينها على سبيل المثال إلى حد الآن لم يكتب لها النجاح، فلربما الفشل اللي حتواجه هذه الدول يصبح يعني نقطة قوة بالنسبة للأمم المتحدة اللي تحاول أنها تكون طرف محايد قادر على أن يتواصل مع كل الأطراف وقادر على أن يعمل على إيجاد تصور أو رؤية معينة ممكن تأخذ كافة الاحتمالات أو كافة المخاوف أو المصالح المختلفة لكافة الأطراف في عين الاعتبار، ومن ثم يصبح ذلك أرضية لبدء التفاوض أو أرضية ل يعني نزع حدة الاشتباكات أو الاحتقان الحاصل الآن في طرابلس. لكن هذا كله طبعا أيضا معتمد على الواقع الميداني. نعم. الآن عندنا الأطراف كلها ترفض رفض قاطع أي نوع من أنواع المفاوضات أو الجلوس، تصريحات المجلس الرئاسي، تصريحات مجلس أعلى للدولة، كلهم يقولوا لا يمكن نتكلم أو نحكي عن أي عملية سياسية في وجود المشير خليفة حفتر. نعم. إذن الأمور الآن مغلقة تماما، الجميع اختار خيار الحرب، ونجهز نحن أنفسنا الآن لمعركة طويلة. يعني هذه المؤشرات تشير في هذا الاتجاه، أن بالفعل ما زال الأطراف كل طرف ما زال يبي يثبت لنفسه وللعالم وللقاعدة الشعبية اللي تدعم فيه أنه هو قادر على أنه يصمد في هذه المعركة أو ممكن يحقق انتصار بعد فترة، فلذلك ما زالت موجودة هذه القناعة بالنسبة للقوات اللي هي جزء في الحرب الآن على الطرفين. فأعتقد أن في الوقت الراهن الأمور حتمشي في هذا الاتجاه، لكن مرة أخرى أن يعني مثلا من طرف القيادة العامة أو بعض الجهات الإقليمية اللي تدعم في القيادة العامة تتحدث على أن الإطار الزمني لانتهاء العملية العسكرية في طرابلس يجب أن يكون بداية شهر رمضان. هذه هي الحسابات أو الاعتبارات اللي على أساسها انطلقت العملية وعلى أساسها الأطراف الإقليمية دعمت هذه العملية. الأمر الآخر مسألة الدعم متاع البيت الأبيض، هي أيضا هناك من يتحدث أن هذه المسألة مرتبطة بإطار زمني وأنها مش حتستمر، أنها مش مفتوحة، أي بما معنى أنها مش مفتوحة بشكل مستمر، ولذلك لربما إذا 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 كان فيه ازدياد لحدة الحرب في طرابلس الفترة القادمة من أحد الأطراف فممكن هذا يدل على أن بالفعل هناك توجه أو محاولة لحسم المعركة. الأمر الآخر أو المؤشر الآخر اللي المفروض يعني دائما ننتبه له هي مسألة الانشقاقات أو مسألة تغيير الولاءات من لدى مجموعات مختلفة من داخل طرابلس أو في المناطق المحيطة بطرابلس، حيكون أيضا لها دور مهم. يعني هل الجيش الوطني الآن من ضمن استراتيجيته التعويل على الخيارات اللي ربما يتخذوها قادة المجموعات المسلحة في لحظة ما يجد نفسه فرد في مجموعة مسلحة أو قائد لتشكيل مسلح يجد أن الحرب هذه مش حربة ويغير حساباته، هل هذا شيء يعول عليه وضمن استراتيجية الجيش الوطني؟ يعني بكل تأكيد فيه عدة عوامل الآن هي ليست في صالح القوات التابعة لحكومة الوفاق، كما ذكرت مسألة تعدد الخلفيات والاختلافات اللي موجودة بين الأطراف وظهور مطلوبين دوليا وتنظيمات إرهابية، وإن فيه انعدام للثقة بين بعض المجموعات المسلحة. المسألة الأخرى أن مسألة يعني قدرة الحكومة في ارتباك داخل عمل الحكومة، يعني حكومة الوفاق، بسبب أنها الآن أصبحت ليست القوة الفعلية على الأرض وأصبح فيه طرف آخر، فأنت تحتاج إلى نوع من المواءمة بين القوتين، أي الجهة المعترف بها دوليا والجهة اللي قاعدة تقاتل على الأرض واللي هي تملك القرار الفعلي على الأرض. المسألة الأخرى مسألة الدعم الدولي والإقليمي، يعني لما
يعني يصبح هناك بكل وضوح فيه دعم دولي وإقليمي للعملية العسكرية خصوصا من دولة مثل الولايات المتحدة، فبكل تأكيد بعض الأطراف اللي موجودة في طرابلس ستعيد حساباتها في مسألة الاستمرار في الحرب من عدمها. فلذلك الفترة القادمة حتكون فترة مهمة للأطراف لكي تحدد مواقفها على وجه التحديد، كذلك بناء التحالفات في مناطق نفوذ مهمة مثل بني وليد وترهونة لها تأثير مهم ودور مهم جدا بسبب الامتداد اللي تشكله هاتين المدينتين أو القبيلتين في 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 اجتماعيا على على الأقل. في رأيي يقول أن الجيش أساسا كان معول بالدرجة الأولى على الحاضنة الشعبية، والحاضنة الشعبية موجودة داخل العاصمة طرابلس، ولكن تم قمعها من المجموعات الإسلام السياسي، والدليل أن الجيش دخل مزدة، دخل ترهونة، دخل غريان، دخلها كلها من غير سلاح. نعم. يعني مسألة الشعبية من انعدامها طبعا مرات تقول بالفعل عندها القاعدة الشعبية، في اللي يرد عليك يقول لك لا لا ما فيش حد، خصوصا الآن بعد الحرب أصبحت القاعدة الشعبية للجيش مثلا ضعيفة في طرابلس. ما فيش حد يقدر يحكم بشكل مؤكد، ولكن نحن عندنا مؤشرين ممكن نعتمدوا عليه. الاستبيان اللي قامت به وكالة التنمية الأمريكية USAID واللي أوضحت أن شعبية العام الماضي في 2018 في شهر 11 في 2018 أظهرت أن الجيش الوطني الليبي كان هو الأكثر ثقة عند الليبيين بنسبة 64%، وكانت نسبة العينة في طرابلس كانت أيضا مرتفعة، في مصراتة كانت منخفضة لأسباب معروفة أن ممكن ما فيش حاضنة شعبية قوية للجيش في مدينة مصراتة، ولكن في طرابلس كانت فيه بالفعل والرئاسي. كان فيه تأييد. هل كان ضمن التصنيف؟ الرئاسي كان ضمن التأييد، وكانت النسبة ضعيفة جدا لا تتعدى 15% وفقا لهذا الاستبيان. المؤشر الآخر اللي يمكن أن ننظر له هي المظاهرات اللي خرجت الأيام الماضية في يعني يوم يعني الجمعتين الماضيتين. يعني الأرقام يعني هو ليس تقليل من شأن أي أحد في واقع الأمر، ولكن تظل الأرقام ضئيلة وصغيرة جدا في اللي خرجت في طرابلس، وهذا يعطي إيحاء إلى حد ما أن بالفعل قد تكون هناك حاضنة شعبية تريد انتهاء الحرب أو معارضة لفكرة الحرب، ولكن في نفس الوقت متخوفة من مسألة تغول المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، والموضوع اللي هو استمر لفترة طويلة جدا. وفيه طبعا كيف ما نلاحظ على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فيه حرب مستعرة بشكل كبير جدا، ممكن أقوى حتى من الحرب على الخطوط الأمامية على الأرض، يعني حرب واتهامات وفيديوهات وتحريض وكر وفر، يعني تحس وكأن القيامة قائمة بالفعل. وللأسف هذا أمر أحيانا يغيب الناس عن حقيقة أو واقع الأمر على 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 الأرض. في وجهة نظري التأكيد الأول المفروض لدى جميع الأطراف يكون تجنيب أهل طرابلس والمدنيين ويلات الحرب، الحرب توقف، تجنيبهم بكل تأكيد تكون فيه مبادرات، إذا كان فيه أي فتح لممرات إنسانية، مسألة دخول عائلات أو خروج عائلات، مسألة الناس المعتقلين لدى الطرفين أو الناس اللي موجودين لدى الطرفين المساجين أو غيرها، يجب أنهم يعني يتم التعامل معهم بشكل إنساني. الأمر هذا مهم جدا لأن يعني النسيج الاجتماعي متأثر بشكل كبير جدا بهذه الحرب، والمفروض كلنا يكون توجهنا أن قدر الإمكان نحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي في ليبيا. طيب الآن نحن في اليوم 19، كم ساعة أخرى نسكروا 20 يوم من بداية المعارك، وما زلنا نسأل عن التحديات اللي هي تلقى على كاهل الجيش الوطني كل يوم مع زيادة التكلفة طبعا إنسانيا وماديا. بكل تأكيد المسألة الأهم أو التحدي الأهم في وجهة نظري هي مسألة الرأي العام، وكيف ما ذكرت لك هناك حملة إعلامية كبيرة جدا وتركيز سواء على المستوى الداخلي في ليبيا أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. فمسألة الرأي العام هي بكل تأكيد مهمة في الحرب، ولكن قد تشكل تحدي بالنسبة للقيادة العامة، خصوصا وإنها هي القوة اللي تحركت وذهبت
وهي اللي بادرت بال يعني هي اللي بدات الحرب صنعت الحدث بالضبط هي من صنع وإن الحدث كانت نتيجه زي ما قلنا وإن كانت نتيجه ولكنها هي من صنع الحدث وهي من يعني بدات الحرب او تحريك القوات باتجاه طرابلس. فلذلك مساله الراي العام هنا قد تكون تحدي كبير جدا للقياده العامه. المسألة الأخرى اللي أعتقد أن ما زالت القيادة العامة أو قوات الجيش الليبي تعاني منها هي مسألة الالتزام ومسألة الفيديوهات اللي ممكن تظهر، مع أن قد تكون النسبة متاعهم قلت الآن. ورأينا مثلا على سبيل المثال فيديو أمس يتم تداوله، ولكن على ما يبدو كان فيديو قديم، ومع ذلك مثل هذه الفيديوهات في سياق الحرب الإعلامية اللي قد سائر الآن، ومثل هذه الفيديوهات ومثل هذه التصرفات يجب أنها يعني يتم التعامل معها بحزم من كافة الأطراف اللي موجودة. أن عمليات الإهانة للإنسان ميت أو حي يجب أن تتوقف، مدانة من الجميع، مدانة يجب أن تكون مدانة من الجميع. وأعتقد بالنسبة لأن يعني هناك من يريد مقارنة يعني يقارن في الجيش أو يبي يطلع الجيش إنه ميليشيا، فلذلك تلاقيه دائما يبي يقول لك شوف التصرفات هذين، فلما تقول له شوف تصرفات الميليشيات أو المجموعات المسلحة يقول لك معناها كلها ميليشيات، فهمتني؟ فهناك تركيز أكثر على الجيش لأن الجيش فيه من ينظر له على أساس إنه مؤسسة، داعمي الجيش أو القاعدة الشعبية متاع الجيش تدعم فيه وتقول هذه مؤسسة وهي المؤسسة اللي ممكن حتجيب الاستقرار لليبيا. فأنت بذلك يكون المعيار اللي أنا قاعد نقيس فيك به هو أعلى من معيار المجموعات المسلحة أو الميليشيات. فلذلك دائما أتمنى مثلا من قادة المحاور وغيرها أن يكون بالفعل عندهم تركيز على مسألة الالتزام من قبل الأطراف هذين. يعني ليش اصلا معك فيديو وتصور به او تليفون وتصور به اساسا على سبيل المثال؟ والامر الاخر ليش ترتكب انت في اشياء زي هذين؟ يعني الناس احيانا تتساءل تقول لك هذين الفيديوهات اللي طلعن وشفناها، هل في فيديوهات اخرى مثلا ما شفناهنش وجرائم اخرى قاعده ترتكب على سبيل المثال؟ فهذا تحدي كبير جدا ومساله كبيره جدا، مساله انضباط عناصر الجيش ومساله انهم يكونوا يعني على قدر المسؤوليه اللي هم وضعوا فيها حاليا. طيب يعني البعض يقول ان يتم توظيف الآن سياسيا لتسجيل نقاط سياسية بين الخصوم الجميع، لكن في نهاية المطاف في رأي يفسر لا يبرر، يفسر ويقول لك الحرب والمعارك وانت دخلت في الحرب وفي القتل وفي القتال توقع الانتهاكات وتوقع التجاوزات. حتى في المجتمعات الغربية الحرة الديمقراطية المحاربين القدامى في أمريكا على سبيل المثال يوصل عمره 60-70 سنة في مقاهي معينة لا يمكن هو يدخلها بسبب ميول العنف اللي تشكلت عنده أثناء الحرب. هو الخير والشر طبيعة الإنسان عزيزي خليل، لكن نحن هذا يعني الخير والشر موجود بكل تأكيد وموجود عند كل الأطراف. ومسألة القتل وإيش تتوقع من حرب؟ ناس شايلين سلاح وقاعدين يحاربوا في بعضهم، إيش اللي ممكن نتصوره؟ لكن هذا المفروض ما يمنعناش بأن نحن نطالبه كيف ما يطالب المجتمع كله والمجتمع الدولي والعالم كله يطالب الناس باحترام أدمية الإنسان حتى في الحرب. هذا عليش في يعني مواثيق دولية وغيرها تحمي وتتعامل مع حالة الحرب. فلذلك أتمنى من الأطراف اللي موجودة بالفعل على الأرض أنها تأخذ الأمر هذا على محمل الجد، وأن يعني مع مسألة التوظيف السياسي وغيرها هو كل الفيديوهات اللي تطلع هي فيديوهات كارثية في واقع الأمر، مهما كان صاحبها ومهما كانت الفترة الزمنية اللي صارت فيها يجب أن تكون مرفوضة تماما، وإن أي شخص مسؤول على مثل هذه التصرفات يجب أن تتم محاسبته. وهذا هو أحيانا الفرق بيننا وبين المجتمعات المتطورة، لما ترتكب جريمة من قبل الجيش الإنجليزي ولا الجيش الأمريكي ولا كذا على الأقل فيه عملية تحدث ومحاكمة وفيه نوع من العدالة اللي يحدث ويصير ويتم الاعتراف بها والتعامل معها. لكن نحن للأسف الأمور هذه يتم توظيفها ويتم استغلالها في أخرى بش الناس تبي تأجج الناس أكثر مما هي محتقنة وأكثر مما هي مستقطبة للأسف. وهذا قاعد يحدث بشكل كبير جدا. لكن مرة أخرى مسؤولية الانتهاكات اللي قاعدة تحدث في الخطوط الأمامية ولا خلال الحرب تقع على قادة الحرب بكل تأكيد. أي انتهاك يجب أنك أنت تتحمل مسؤوليته في أنك أنت تعترف به وتتعامل مع من ارتكب هذه الجريمة أو هذا الجرم من كافة الأطراف، لأن أنت من خذيت على نفسك هذه المسؤولية وأنت من تقاتل أو أنت من بديت هذه الحرب أو أنت اتجهت هذا الاتجاه. فأنت لما تكتب وتقول في البيانات متاعك أنك أنت تلتزم بالقانون الدولي وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية عليك بالفعل أنك أنت تلتزم به.
بكل تأكيد. ولكن هذا يظل للأسف تحدي لكافة الأطراف وعلى وجه التحديد للجيش، لأن الجيش المعيار متاعه معيار عالي، والمعيار اللي نقيسه فيه في الجيش به هو معيار عالي. فلما تحدث مثل هذه الانتهاكات بكل تأكيد الناس يقول لك معقولة هذا جيش وهيك يديروا؟ ما كان مش جيش معناه شنو بيديروا. طيب الآن أنت ذكرت الخيارات الصعبة والخيارين أو السيناريوهات المتوقعة، الاثنين اللي دائما نتكلم عليه لنا الآن 10 أيام، قضية الخيار اللي هو يتعلق بالحكم العسكري أو استمرار الميليشيات والفوضى والتشكيلات المسلحة اللي تبتز في الدولة وسرقت البنك المركزي والمصارف إلى آخره. التصريحات السياسية لخالد المشري أو فايز السراج والمجموعة اللي هي مجموعة سياسية تتصدر في مشهد المعركة في طرابلس وإن كانت هي لا تدير فيها على الواقع، لما تتكلم عن تحييد المشير خليفة حفتر تماما من أي حديث عن سياسة أو مفاوضات، مش هذا أيضا قاعد يعزز في قضية الخيارات وأنه هو قاعد يسكر في الطريق كلها، يضع فينا فعلا أمام الخيارين هذين؟ هم يعني للأسف اللي قاعد يصير هو خطابات للقواعد الشعبية، هذه واحدة من الأشياء، مغازلة للقواعد الشعبية. بالضبط، مغازلة للقواعد الشعبية، من هو الرجل الأقوى، من هو رجل المرحلة بالضبط ورجل الحرب وما إلى ذلك. لكن كيف ما ذكرت لك، لا أستغرب أن كل هؤلاء ممكن يكونوا مع بعض على طاولة مفاوضات بعد شهر من الآن على سبيل المثال، ويكونوا على تواصل مع بعضهم، وممكن نشوفهم يسلموا على بعضهم ويبتسموا يعني في مرحلة ما. فمسألة الخطابات ومسألة التعبية للأسف هي جزء من هذه الفترة الصعبة اللي نحن عايشين فيها، ومسألة التعبية والخطاب المتعصب جدا هو جزء من ذلك. لكن في نفس الوقت بعض المراقبين يشوفوا أن مسألة الآن أن يكون فيه بسبب مسألة الثقة وخلاص، يعني ما عادش فيه جسور للثقة، تم يعني هدمها بالكامل. فلذلك نحن الآن أمام خيارين، أن الحرب تطول وما عادش تنتهي وتستمر وتستمر المعاناة، أو أن أحد الأطراف يحسم المعركة عسكريا. لكن مع هذا كله أنا أعول على أن الأطراف الليبية لربما ستكون براغماتية، ولربما ستغلب المصلحة متاع أهل طرابلس ومتاع الليبيين بشكل عام، وتتجنب فكرة أن الحرب هذه تطول في حالة أن لم يكن هناك حسم بين لكن بين النخبة السياسية مش هي اللي تبترك قرار الحرب والسلم في مجموعات مسلحة ركمت سلطة ونفوذ ومال خلال 8 سنوات لا يمكن أن تفرط فيه. الأمر هذا هو أمر صعب، مسألة الـ يعني العنصر الاقتصادي اللي حكينا عليه، ومسألة التحالفات والشبكات متاع المصالح اللي موجودة، بكل تأكيد في منها من حيرفض أن يكون فيه أي نوع من التوافق أو التفاوض أو غيره. لكن أنا أعتقد في وجهة نظري أن الحرب حتهدد مصالح الجميع أو الأغلبية على الأقل، وفي حالة استمرارها بشكل طويل. هنا هي الفكرة، إذا استمرت الحرب لمدة طويلة بكل تأكيد هي حتهدد مصالح الجميع، ومش حيكون فيها منتصر في واقع الأمر. فأنت عندك خيار من الاثنين، يعني في الحالة هذه إذا كان المفاوضات بالفعل مرفوضة، وأنا أشك أنها ستكون مرفوضة بالكامل، خصوصا بعد ما يمشي يعني بعد فترة من الزمن الناس حيكونوا مستعدين إلى أنهم يتفاوضوا، في حين ما فيش حسم. لكن إذا رفضت المفاوضات والحل السياسي، فأنت ما عادش عندك خيار إلا أن الحرب هذه تطول وما فيش حسم عسكري، والله واحد من الأطراف يحسم المعركة. والخيارات يبدو أن هي قاعدة كل يوم تزداد تعقيد. الباحث والكاتب والمحلل السياسي محمد الجارح، أشكرك جزيل الشكر. تحياتي مشاهدينا الكرام، تحياتي أنا خليل حاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم أمسية طيبة.